السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلامة. إخواني إن شاء الله اليوم بدنا نتعلم كيف نوصل أسلاك الروزيتا بالتفصيل. طبعا هذا المحرك أنا اللي صورت عليه فيديو سابق، اللي هو كان محرك أنصاب أو كان محرك جانبين بالمجرى، اللي حكيت انه تعديل خاطئ، انه نحول اللف الجانبين من المجرى الى تأثيري. هذا هو المحرك، خلصته انا الحمد لله وجمعته. زي ما حكيت لكم انا بالفيديو السابق كان توصيل الروزيتا عليه دلتا، لانهم بيشغلوه على انفرتر، بيستعملوا عليه سرعات عن طريق الانفرتر، عن طريق تغيير الهيرتز للمحرك. طبعا احنا زي ما حكينا بفيديوهات سابقة انه الاسلاك الستة اللي بتخرج لبرا، طبعا مش اي اسلاك. طبعا احنا بعد ما نوصل المحرك هذا توصيلته نهاية بنهاية، والبدايات بخرجوا لبرا، طبعا قطبين هو، فنهاية بنهاية والبدايات بخرجوا لبرا. طبعا زي ما حكينا هاي الاسلاك الستة اللي بتخرج كلها بدايات طبعا، وحكينا لما يكون الاسلاك اللي بدها تخرج لبرا الستة لما يكونوا كلها بدايات، فاذا لازم ناخذ واحد ونترك واحد، او بناخذ بطريقة الواحد ثلاثة اثنين او طريقة الواحد خمسة ثلاث، على اساس نطلع ثلاث مجموعات من جهة اليمين مثلا وثلاث مجموعات من جهة من الشمال، كل مجموعة ثلاث أسلاك. يعني ما بيصير نطلع هاي الأسلاك الستة كيف ما كان على مزاجنا، ثلاثة من هون وثلاثة من هون، لا، لهم ترتيب معين، لازم ثلاثة معينين يخرجوا من جهة اليمين وثلاثة معينين يخرجوا من جهة الشمال، وإلا إذا عملنا أي ثلاث بخرجوا من هون وأي ثلاث بخرجوا من هون، راح المحرك يسحب أمبير على إحدى الفازات أعلى من الفازات الأخرى. طبعا يعني انا شرحت هذا الكلام بالتفصيل، اللي هو كيف تخرج الاسلاك الستة من جوا فيديوهات سابقة، اللي بيحب يرجع لها يشوفها بالقناة موجودة. الان احنا موضوعنا اليوم على توصيلهم على الروزيتا، وكمان نفس الشيء زي ما لهم ترتيب معين انهم كيف يخرجوا كل ثلاثة من جهة، ثلاثة معينين من جهة، فكمان نفس الشيء على الروزيتا لازم يكونوا اسلاك معينين من جهة واسلاك معينين من جهة. يعني ما بنمسك اي ثلاث احنا بنشبكهم بنوصلهم على هاي الجهة، واي ثلاث بنوصلهم على هاي الجهة، لا، لهم ترتيب معين. احنا اول ثلاث الروزيتا الان فاضي عنا، اول ثلاث اسلاك بدنا نشبكهم او نوصلهم على الروزيتا، بنوصلهم اي ثلاث اسلاك، مش مهم اي ثلاث اسلاك، مش مهم اي ثلاث اسلاك، يعني القصد مش مهم اي جهة بناخذ، الجهة اليمين او الجهة الشمال بنوصلهم على الروزيتا. الآن الثلاث أسلاك اللي بالجهة الثانية اللي بدنا نوصلهم على الروزيتا، الآن هذول لهم ترتيب معين. طبعا احنا عندنا ثلاث أسلاك لون بني وثلاث أسلاك لون سكني، باعتبار الأسلاك البني مثلا بداية الفازات، والأسلاك السكنية هي نهاية الفازات. فالآن عندي أنا الفاز مثلا رقم واحد، هاي بدايته من هون، ونهايته الفاز رقم واحد بتكون من الأسلاك السكنية. الفاز رقم اثنين بدايته بني ونهايته سكني، الفاز الثالث بدايته بني ونهايته سكني. فإحنا هنا الفكرة إنه ما بدنا نسكر الفاز، فإحنا ما بدنا نوصل بداية الفاز البني مع نهاية الفاز السكني اللي هم لنفس الفاز. يعني مثلا خلونا نفرض مثلا إحنا إنه هذا السلك مثلا، الآن هذا السلك البني هو بداية فاز رقم واحد، وهذا السلك السكني هو بداية الفاز رقم واحد، هذول أسلاك نفس الفاز، هذول أسلاك نفس الفاز، هذا البني بداية الفاز واحد وهذا السكني نهاية فاز واحد، ما بصير إحنا نوصلهم على روزيتا مقابل بعض، ما بصير نوصلهم على روزيتا مقابل بعض، لنفس الفاز مقابل بعض ما بصير. أطراف الفاز، بداية الفاز ونهاية الفاز مقابل بعض على الروزيتا ما بيجوز. ليش؟ لأنه إحنا لما نوصل دلتا إحنا هيك بنسكر الفاز، بنسكر الفاز عفوا. فإذا إحنا عملنا هيك في كل الفازات، يعني كل فاز سكرناه، لما تيجي توصل الكهرباء المحرك ما بوصل،
فلازم ما يكون مقابل بعض نفس الفاز، أطراف نفس الفاز، بداية ونهاية نفس الفاز. لا، بكون عندنا بداية الفاز الأول مثلا من هاي الجهة، بدنا نحط معاه مثلا بداية نهاية الفاز، نهاية الفاز الثاني، فاز مختلف. ففاز مختلف، احنا إذا بداية فاز من هون من جهة اليمين بدها تكون مقابله من جهة الشمال نهاية فاز مختلف، فاز آخر. يعني فاز واحد من هون، فاز ثلاث مقابله، فاز اثنين من هاي الجهة، فاز واحد مقابله، فاز واحد من هاي الجهة، فاز اثنين مقابله. فبده يكون في اختلاف في الفازات لما يكونوا متقابلات، على أساس إذا وصلناهم دلتا يوصلوا. طيب خلوني أنا بس أنا ألحم الأسلاك هاي وبرجع لكم إن شاء الله. طيب والآن أنا لحمت راسيات طبعا مثل هذول على رأس الأسلاك، طبعا بكبسهم أنا بالمكبس تبعهم، هذا هو، وكمان أنا بلحمهم بالكاوي، بلحمهم بالقصدير على أساس أقوى وأحسن ما يصير لوز نهائيا. طبعا زي ما انتم شايفين أنا لحمت 3 أسلاك وشديتهم زي ما حكينا. هون ترتيبهم أي 3 أسلاك، ما بيهمني هذا الفاز الأول، هذا الفاز الأول، أو هذا الفاز الأول، ما بيهمني أي واحد فيهم، أنو الفاز الأول أو الفاز الثاني. أول 3 أسلاك بوصلهم مباشرة على الروزيتا من جهة. طبعا بيبقى عندنا هون 3 أسلاك، هذول زي ما حكينا بدايات فاز وهذول نهاية فاز. الآن بفحص كتوصيل، يعني بدك بالأفوميتر، بدك باللمبة السرية، ما بيهمني، احنا ما بدنا نقيس مقاومة، فبدنا نفحص توصيل. الآن كل سلكين من هذول أو كل طرف من هون بوصل مع طرف من هاي الجهة، كل طرف من هاي الجهة بوصل مع طرف من هاي الجهة، ما بوصل مع واحد آخر. لاحظوا، هاي مثلا هذا الطرف ما وصل مع هذا، وصل مع هذا السلك، هنا ما وصل. فكل طرف فاز، كل طرف من هون أو من هاي الجهة بيوصل مع طرف واحد من هاي الجهة. الآن احنا بدنا اللي بيوصلوا مع بعض، الطرفين اللي بيوصلوا مع بعض ما نوصلهم مقابل بعض، اللي بيوصلوا مع بعض ما نوصلهم مقابل بعض. يا ريت تكون واضحة هاي الفكرة. يعني مثلا احنا حكينا هذا السلك مثلا وصل مع اللي بالوسط، ما اجي انا هذا السلك اشبكه معاه في الوسط، اوصله معاه بالوسط، لا، هيك سكرنا الفاز. هذا اللي وصل معاه من الوسط بنحطه على الطرف مثلا. يعني بدي انا كل طرف اقيسه من هون من هاي الجهة، اقيسه مع اللي مقابله في الجهة المقابلة، ما تضوي لمبة السرية، ما يوصل او ما يقيس اوم زي هيك. لاحظوا هيك ما وصلت. الان بنشوف الثانيات، هذا مثلا مع مين بوصل؟ وصل مع الاول من الجهة الأولى، إذا هذا مثلا بنحطه بالنص بالوسط، هذا مثلا وصل، هذا الآن وصل مع المقابل، إذا لا، بنفك اللي بالنص وبنوصل هذا هو مع النص أو الوسط، وبنوصل هذا مع الطرف. الآن نتأكد إنه كل سلكين مقابل بعض ما بيوصلوا مع بعض، بنلحم عليهم راسيات يعني خلص بنلحم عليهم راسيات. الآن هذا ما بوصل مع المقابله، والآن هذا ما وصل مع المقابله اللي في الوسط، واللي على الطرف هون ما وصل مع المقابله. عشان نتأكد هاي الفاز أخوه أو نفس الفاز بعيد عنه، مع المقابله ما بوصل. هيك بدنا نقيس بين كل اثنين مقابل بعض ما نوصلهم مع بعض. طبعا ما نشبك الجنبر تبع الروزيتا واحنا بنفحص، ما نشبك الجنبر اللي هو هذا اللي بوصل، ما نشبكهم ونقعد نفحص انه بوصل او لا، لا، وهي مفتوحة هيك بنشتغل وبنوصل، بنلحم الراسيات، وبعدين في الاخر لما نضمن انه كل اثنين مقابل بعض ما بوصلوا مع بعض، بعدين بنحط الجنابر هاي على اساس انه نوصلها دلتا. خلوني انا حاب اشغله بصراحة قدامكم، خلوني بس انا ألحم الراسيات وأرجع لكم. طبعا الآن أنا وصلت الأسلاك الثانية ولحمتها تمام هيها، وشو وصلت ستار على أساس أني أنا بدي أشغله عندي. طبعا بنشغله على واحد فاز إحنا،
بنجيب مكثف يعني قيمته 40 50، بس يعني بنستعمله للإقلاع وبعدين بنفصله. لاحظ الحمد لله المحرك اشتغل، كل شيء تمام وما في أي مشاكل. ولو بدنا مثلا نقيس الأمبير على واحد فاز، معرفش إذا مبين، أعطاني 7/10. طبعا ننقل على فاز ثاني أعطاني كمان نفس الشيء، معرفش إذا واضح عندكم، 6. بنرجع الأول وبعدين ننقل على الوسط، أعطاني زي ما انتم شايفين، معرفش إذا واضح، نفس الشيء تقريبا 7/10 6/10. الآن بدي أوصله دلتا وأشغله. طبعا في هاي اللحظة على أساس إني أنا بشغله على واحد فاز راح أخلي الكوندنسر ثابت معاه، ما أفصله على أساس إني أشغله على الواحد فاز، لأنه إذا بفصل الكوندنسر ممكن يكون الأمبير يعلى شوي أو شيء، بنشوف. أو هذا حجمه صغير مش عارف، مش متأكد يعني، خلونا نشوف. الآن خلوني أنا أجيب كوندنسر وأرجع لكم. طبعا الآن أنا وصلته دلتا وراح نجربه على واحد فاز. زي ما حكينا راح أجرب أنا بالمكثف وراح أجرب بدون مكثف، يعني راح أحط المكثف وأفصله. الآن بهذا الشكل. الآن لاحظوا إنه صوته عالي شوية، لما نحط المكثف كيف بخف الصوت. الأمبير بكون عالي شوية بدون مكثف، ولما نحط المكثف أنا بصير الأمبير بنزل الأمبير. خلوني بس أنا أحاول أثبت سعة الأمبير على أساس إنه أنتو تبين معاكم الأمبير. هي بالزاوية إن شاء الله بس تكون واضحة عندكم. لاحظوا بس أنا أوصل المكثف وبس أفصله قديش بيكون الأمبير. لاحظوا الآن 3/7 الأمبير مع وجود المكثف. لاحظوا بس أشيل المكثف ارتفع، صار 4/3. 4/3. لاحظوا بس أحط المكثف 3/8. طبعا هذا احنا عم 220 يعني بكون أكثر شوية. طبعا في الثلاثة فاز 380 فولت أو 220 ثلاثة فاز، ولا إنه واحد فاز. هاي هي، وهاي هي إن شاء الله. هيك احنا تعلمنا كيف نوصل الروزيتا وكيف نشبك الستار ونشبك ونوصل دلتا بالطريقة الصحيحة والأكيدة، وإن شاء الله إنكم تستفيدوا من هاي المعلومات. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي، الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والاكثار من الاستغفار، والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا صلواتكم الخمسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.